السلام عليكم متابعين قناة طبخ مغربي سيداتي، كنجدد بكم الترحاب، كنقول لكم مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تلقاكم لا فيديو ديال نهار اليوم بكامل صحة وعافية. وانتم كتشوف لا فيديو ديال نهار اليوم، مرحبا بمشتركي الجدد والقدامى، وحتى اللي اول مرة كيشوف القناة ديالي مرحبا به حتى هو. وكنقول لك اختي ولا خويا اللي كتشوف القناة ديالي اول مرة، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك ودير جيم وفعل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد في القناة، قناة طبخ قناة هادفة. وما تنسوش تبارطاجوه في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة للجميع. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، وصفة صحية وصيفية وراقية وكاملة مكمولة كما كنقولوا. تناوليها الغداء او العشاء او رفقة الضيوف ديالك، رائعة هموية. يلا نبداو على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنايا عندي الطنجره ديالي، كنت درت في الماء كغليان غلا، غادي نضيف المكرونه ديالي باش انها تسلق. هنايا ضفت الماء غلا، ملي غلا غادي نضيف شويه الملحه وشويه ديال زيت المائده. وبطبيعه الحال هنايا المكرونه اختاريت هذه النوعيه كما كنقولوا لها حنايا فيس، كمية كيبقى اختيار على حساب افراد العائلة او الضيوف او مهم. انا غندير صحن كبير تقريبا، هنا راه قريبا قريبا نقولوا واحد 400 غرام ديال نقولوا 300 غرام هكا ديال المكرونة. نخليها تسلق ونبدا هنايا نوجد في المرافقات اللي غادي ترافق السلطة ديالي. اول حاجة غندير هنايا هو الفلفل اخضر، هنايا شديته حبيت انني نشويه، اما تشوي فوق العافيه النار هكا او كاين اللي كيدخلوا الفران. صراحه انا كتعجبني النكهه المدخنه ديال هكا ديال الفلفل، ملي تيكون هكا مشوي هكا فوق النار كنشدو كنقيه وما كنغسلوش، كنحاولوا نعطيه الخاطر. اول حاجه ملي كنشويه كنديروه فواحد البلاستيكه حتى كترطب لينا داك القشر وكيتحيد لينا بسهوله، باش تحاولوا انكم ما تغسلوش، غير كتقشروا بحال هكا صافي وتقطعوه كيجي زوين زوين بزاف. ثاني مكون هنا عندي بصل، عندي واحد بصلة صغيرة مويان، ماشي صغيرة بزاف وماشي كبيرة، غادي نحاول غادي نشلضها. ممكن انك تشلضيها او ديريها كشرائح رقيقة، انا حاولت صراحة ندير نفس التقطيع اللي درت الفلفل الاخضر المشوي، غادي نديرو حتى باقي المكونات اللي غادي تشوفوا معايا. كيجي البصل رائع، تيجي واحد القرمشه زوين بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم البصل بكثره. ممكن ان يضيف بصله اكبر من هذه مثلا، صراحه انا اكتفيت غير بهذا الحجم هذا، فهو جا كافي وما جاش مجهد في الصلاه ديالي. صافي غنخليها على جنب. مر ثالث مكون عندنا هو طماطم، عندك طماطم سوريز او ديك طماطم صغيره ممكن تستعمليها، تقطعيها غير على جوج وتخليها. انا ما كانش هذه متوفره، حبيت نبارطاجي معكم هذه الفكره انك ديري غير هكا طماطم كبيره. هذه هنايا قطعت على انصاف وغادي نحاول نفرغ هذيك البذور ديال الطماطم باش ما يفسدش لينا الصلاه ديالنا، كيطلق داك الماء ديالو، نحاول نقصو شويه داك البذور ديالنا صافي. وغادي نقطع حتى هي مكعبات كما قلت لكم، الا كانت عندكم كطوماط سوغيج او طماطم صغيره ممكن انكم تستعملوها حتى هي كتجي زوينه. وكما كتشوفوا هنا ما حيتش القشر ديالها، خليتها بالقشر غير اللمسه اللي درت هي انني حيدت القليل ديال البذور ديالها فقط صافي. ونقطعوها هكا مربعات، يكونوا شويه كبار ما يكونوش صغار باش يبانوا هكا في العين. انا اكتفيت غير بحبه واحده وكافيه صراحه، راه حبه كبيره هذه كافيه. هاد السلطه اي نوع ديال الخضره عندك، يمكن لك تسلقي الجزر، يمكن لك تسلقي البطاطس، يمكن لك ديري هكا مكعبات ديال لانشون او كما كنقولوا حنايا كاشير مرتديلا مثلا، اللي بغيتي تستعمليه. انايا بارطاجيت معكم غير هذه وجات صراحه رائعه. هنا لي با ديالنا من بعد ما تسلقات خليتها شويه بردات
قبل ما تبرد عفوا، انني ضروري كنشللها وكنخليها تبرد، على خاطر هكا كنشللها كنحيد منها داك النشا باش ما تكتلش معانا، كتجي مزيانه. صافي غادي نضيف المكونات اللي غنبارطاجي معكم، ديك الطماطم اللي قطعنا، ديك الحبه الصغيره ديال البصل مويان، وديك الفلفل المشوي. من بعد غادي نضيف واحد العلبه ديال الذره او مايس، من بعد ما شديتها وغسلتها صراحه كيكون فيها داك الماء كنرميه وكنعاود نشللها بالماء ضروري. وهنايا عندي الزيتون كمقطع شرائح. صافي هادو هما المكونات اللي غادي ندير حاليا. غادي نضيف فلفل اسود، شويه الملحه، وغنضيف زيت نباتيه. يمكن لك تستعملي زيت زيتون، انا اكتفيت بغير زيت نباتيه. فهاد اللحظه يمكن لك ديري جزر مسلوق، ديري بطاطس مسلوقه، ديري قطعه ديال الخيار، ديري قطعه ديال كما قلت لكم مرصه ديال لانشون، اللي بغيتي اللي بغيتي. صراحه انا اكتفيت غير بهادو، وجات واحد السلطه منعشه منعشه بزاف بزاف. وكما غتشوفوا التتبيله اللي درت هكا تتبيله عاديه، باش انك حتى ملي كتنكهي ملي كتاكلي هاد السلطه كتحسي بجميع المكونات اللي فيها، كتحسي بيهم. نخليها على جنب، وغادي نمروا باش نوجدوا لاصوص او الصوص اللي غادي نقدم او نرافق به هاد السلطه. كما تشوفون هاي السلطه، ما غاديش نخلط داك الصوص مع هاد السلطه، نخليها مرافقه ليها. كل واحد واش كيعجبو يتناول، كي ما كيتناولش مشتقات الحليب مثلا، يمكن لك انك تصايبي غير السلطه عاديه وتحطي هذاك المرافق ديالها او هاد الصوص هكا مرافقه للسلطه. انا هنايا ما عندكش مايونيز مثلا، استعملي هاد الخلطه هادي، جات رائعه بزاف بزاف. هنا دا ياغورت طبيعي او دانون مسوس. غادي نضيف لي شويه ديال الفلفل الاسود، شويه الملحه، وشويه زيت النباتيه، وغادي نضيف قطع كما غتشوفوا ديال الزيتون. الا عندك قطع ديال كورنيشون حتى هو او الخيار مخلل حتى هو ضيفيه، كيجي زوين. وضروري هنا عصره ديال الحامض، الا ما عندكش عصره ديال الحامض استعمل غير الخل ديال الحامض، او الا ما كانوش عندك جوج استعمل غير شويه ديال الخل كما غادي نضيف انا. او لا، اللي ما كيبغيش مثلا اللي عزيز عليه مثلا مايونيز وما كيبغيش داك النكهه ديال البيض، انا راه كنت بارطاجيت معكم الطريقه باش كيفاش كنصايبوا مايونيز بدون بيض. غادي نخليها لكم في صندوق الوصف هنايا، طريقه رائعه. بارطاجيتها معكم في قناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها تحت الفيديو، طريقه باش تصايبي مايونيز بدون بيض، وكيجي بنين 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 بزاف بزاف. صافي الخلطه ديالي ها هي واجده، غادي نرافقها مع السلطه ديالي، ما غاديش نخلطها مع المكونات. كما قلت لكم كاين اللي ما كيبغيش يتناول هاد الانواع ديال لي صوص. صافي غنخليها مرافقه هنايا. الطبق ديالي من بعد ما شديت الخس غسلته مزيان مزيان ورقته بشويه الماء والخل، الخطأ اللي درت بغيت نبارطاجيها معكم باش نتوما ما تطيحوش في هذا الخطأ، هو ان ملي سمحوا لي الاشغال، كاينين الاشغال عند هكا شي جيران ديالنا الا كتسمعوا الخبيط شويه. الخطا اللي درت كما قلت لكم هو انني قصت شويه، كان عليا ندير الماء هو الاول عاد نضيف فيه الخل عاد نحط الخس، وانني رشيت شويه الخل فداك فوق الخس عاد حطيته في الماء، هي فاش تبدل لي شويه اللون بحال كيتحرق شويه. هذه كمعلومه بغيت نبارطاجي معكم، دائما كنبارطاجي معكم اي حاجه باش ما تطرش لكم حتى نتوما. هذه هي القناه، الهدف من القناه هو نبارطاجيو كل ما هو هكا زوين كما كتشوفوا، وحتى الاخطاء هكا اللي ما تفادي انني نطيح فيهم تنتيا ما خصكش تطيحي فيهم نبارطاجيها معكم. هنايا بيض مسلوق شديته هكا سميتو رافقته هنايا مع السلطه، كما قلت لكم سلطه كامله مكمله غنيه بالنشويات اللي هما لي بات، غنيه بالالياف اللي هما الخضر، الخصها مطيشاها فلفلاها بصلة، وغنيه بالبروتين اللي هو البيض، واللي غادي نضيف ليه حتى هو الطون. او اللي عندك مثلا كمعلومه، انا هنايا ضفت الطون، هذاك الشيء اللي عندي موجود بارطاجيته معكم. بغيتي انتي عندك مثلا ضياف مثلا، غديري تضيفي نفس هاد المكونه اللي ضفت. غادي تشدي الكفته مثلا، اللي عندك الكفته غتشديها غادي ديريها
التتبيعات مع شويه البصله وتبليها وتحمريها في المقله وتحطيها من الفوق، او لا عندك سداد الدجاج حتى هما تحمريهم في المقله وتحطيهم حتى هما من الفوق بحال هكا كيجي زوينين. اولا تكتفي كما غادي ندير انا علبه ديال الطون حبيت نحطه من الفوق بحال هكا كيجي زوين، انك عوض انك تخلطي مع المكونات هكا كيجي احسن كيبان، وحتى اللي كيبغي يهزها كيتناولو يتناولو، وحتى اللي ما كياكل شي حاجه راه كتكون هذيك الساعه كل شيء واضح وباين. هذه هي الصاله ديالي جات رائعه منعشه، دير هاد الاجواء هكا ديال الصيف. طبق كامل مكمول صراحه، تناولي الغداء تناولي العشاء، صراحه راه الطبق الا تناولتي بوحدو ما غاديش تقلبي انك تاكل شي حاجه من ورا من غير هكا الديسير او شي تحليه. فقط اخر لمسه غادي نضيف وهي حبات ديال الزيتون الاسود، ضاف لي لمسه ديال البنه وهكا منظر منظر ومذاق. هذه هي لاصالة ديال ديالنا اليوم، نتمنى تعجبكم، يعجبكم هذا الطبق اللي وجدت معكم ووجدوه، اكيد 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 غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم المحبين ديال لي بات وهذه الوصفات اللي تيكونوا هكا راقيين وكيكونوا خفاف ومنعشين. خليتكم رحمة الله، وما تنسونيش من لي لايك واشتركوا معايا في القناه. الى اللقاء، فيديو جديد وصفه جديده. خليتكم رحمة الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.